فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لداع أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم ارزقني إيمانا كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ لا، قل اللهم ارزقني الإيمان الصادق، ولا تعلقه بإيمان أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وهل أحد يبلغ إيمان أبي بكر؟ ما أحد يبلغ إيمان أبي بكر رضي الله عنه. بكر الصديق، من الصديقين بعد الأنبياء. نعم.